هذا ما يفعله قطعان المستوطنين وحكومتهم بأطفالنا الأبرياء، حيث استيقظت هذه الطفلة على ألسنة نيران تلتهم منزلهم وأحلامهم وأمانهم. حالة من الرعب عاشها عائلة أحمد عواشر من بلدة سنجل شمال رام الله، والمكونة من 6 أفراد أغلبهم من الأطفال، جراء هجوم المستوطنين على منزلهم ورشقه بمواد حارقة أشعلت النيران في كل مرافق المنزل وأصابتهم بالاختناق. شفت البنات، صار راسي بس في أولادي، إني أنقذ حياة أولادي، والحمد لله رب العالمين إن عندي كان مخرج ثاني إني أقدر أطلع أولادي منه، إني أنقذ حياة أرواح أولاد صغار تم الاعتداء عليهم من قبل المستوطنين، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. النار التهمت كل ما في المنزل ولم يتبقى منه سوى شريط من الذكريات وأحلام كادت أن تتحقق في هذا المنزل لولا بطش المستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال. هذا مشهد متكرر من اعتداءات المستوطنين على العائلات الآمنة والعزل في بيوتهم وممتلكاتهم، يعيد إلى الأذهان ما حصل مع عائلة دوابشي من قرية دوما في نابلس نتيجة جريمة حرق ارتكبت بحقهم من قبل المستوطنين. قبل فترة ضربوا ابنه لأحمد أخوه، جابوه على مستشفى رام الله، جنودي يعني ضربوه مجرد كان يقطع على الشارع الرئيسي والأطفال. يعني هم بالعادة هم الاشي اللي سووه هذا مش حرك، يعني الاشي اللي سووه هنا بتشبه لقبل فترة من سنين، إذا سمعت عن في دوما دوابشة، عائلة دوابشة نفس الاشي، لو فيش عنده هو منفذ ثاني أو مخرج من غير الباب اللي هو اللي انت شايفينه هذا، كان هون حركوا أولاده في البيت. تتعرض بلدة سنجل لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين في مستوطنات جفعات هرائيل وهراوة وشيلو ومعالي لافونا المقامة على أراضي المواطنين في البلدات والقرى المجاورة. هذا ما يضاف إلى سجل الجرائم والاعتداءات التي ترتكبها حكومة الاحتلال ومستوطنيها بحق المواطنين العزل. مريم الطريفي، تلفزيون فلسطين.